الرحمن الرحيم. انذار لأي رجل زوج لهم زوجة تنزل شعرها مكشوف ولابسة هدوم ضيقة ولابسة بنطلونات، الحجاب الصحيح عباية واسعة فضفاضة لا تصف ولا تشف ما تحتها، طبعا لازم يكون الشعر متغطي، غير كده يبقى الزوج ديوس، والديوس لا يرح رائحة الجنة. هقول لحضرتكم الأدلة القاطعة من السنة عشان كل واحد عنده زوجة أو أب لو له بنت بالشكل ده يلحق نفسه. الحديث ده له روايات كثيره جدا كلها صحيحه، رواه الامام الهيثمي في مجمع الزوائد بسند صحيح: ثلاثه لا يدخلون الجنه ابدا ابدا الديوث. حتى بعض العلماء تشدد، قال اللي بيستحل ده او بيرضى بكده مش هيخش، قالوا مش مثلا لو اتعذب في النار ويرجع، قالوا لا انا مش هيخش الجنه ابدا. الديوث من الرجال والرجل من النساء، والرجل من النساء ومدمن الخمر. فالصحابه قالوا: يا رسول الله، مدمن الخمر عرفناه، فما الديوث من الرجال؟ قال: الذي لا يبالي بمن دخل على اهله. فاللي مش بيبالي ان مراته تنزل متكشفه سافره شعرها مكشوف لابسه بنطلون، ده ديوس. ان الناس عارف ان الناس بتزني في زوجته بعينيها وبتستمني بسببها، يعني الشباب يرجع يصار يستمني او ربما يصل الى زنا الفرج بسببها هي وراضي بكده. والرجل من النساء التي تتشبه بالرجال لا تكون الجنه ابدا. ما تلبس بنطلون بتشبه بالرجال، تعتبر راجل، لان يعني البنطلون ده لبس النار، لبس الرجل، وبيبرز العوره المغلظه الاليتين والقبل. طيب تعالوا نشوف الدليل الثاني. رواه الامام احمد في صحيحه، مسند صحيح، سند صحيح: سيكون في اخر الزمان رجال يركبون على المياسر، على المياسر، ينزلون على ابواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات، إلعنوهن فإنهن ملعونات، فلو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمت نساؤكم نساءهن كما خدمت نساء الأمم قبلكم. تعالوا نفسر الحديث ده. سيكون في آخر الزمان، يعني الكلام ده ما كانش موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، رجال يركبون على المياثر، رمى قالوا العربيات، يعني كأشباه الرجال، في رواية كأشباه الرجال، في رواية كأشباه الرجال. سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياثر، في روايه كاشباه الرحال، وفي روايه كاشباه الرجال. بعض العلماء او بعض الناس انكر كلمه كاشباه الرجال دي وقال لك لا، هي مقصوده بها الرحال، بس اللي كتب الحديث اخطا. لكن لا، ده في روايه كاشباه الرحال الرجال. وهل عندكم الدليل؟ ينزلون على ابواب المساجد ونساؤهم كاسيات عاريات، إلعنوهن فانهن ملعونات. اول حاجه، الانسان الديوس ده زي ما احنا قلنا صلاته مش مقبوله، لو كانت مقبوله ما كانش الرسول يقول لا يدخلن الجنه ابدا. هنا بيقول ينزلون على ابواب المساجد ونساءهم كاسيات عاريات، يعني عايز يقول لك ان صلاته مش مقبوله، لان صلاته ما نهتهوش ان يزجر زوجته ويمنعها تنزل مكشوفه الشعر لابسه هدوم ضيقه. يبقى اذا لو كانت صلاته مقبوله ما كانش الرسول جاب سيره الصلاه اصلا. فالرسول بيسخر منه، كانه بيقول له انت صلاتك ما عملت ايه؟ صلاتك زي قلتها مش هتقبل. دليل ثاني، ينزلون على ابواب المساجد ونساءهم كاسيات عاريات. الدليل الثالث، من الرسول قال كاشباه الرجال. طب ايه الدليل؟ ان في روايه كاشباه الرجال مش كاشباه الرحال. عمر ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الانسان الصالح في القران الا كلمه رجل. لا يمكن يذكر انسان فاسق بكلمه رجل ابدا، لا يمكن الرسول يسمي الديوس رجل ابدا ابدا، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره النور: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوف سماهم إيه رجال. في سورة الأحزاب قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. رجال، يبقى إذا كلمة رجال دي كلمة كبيرة، ربنا سبحانه وتعالى يمدح ويثني على الصالحين. مش ممكن الرسول يقول على الراجل ديوس بيرضى بالزنا فيها أو يرضى إن الناس تزني بعينيها في مراته ويسميه رجل أبدا. يبقى الرسول قال رجال شكلا بس، رجال كاشباه الرجال. طب الرجل الصلاه تقبل من شبه رجل؟ لا تقبل الصلاه، تقبل من ديوس ولا من شبه رجل؟ طب ده الدليل الثاني. شوف لما ربنا بيتكلم في صوت في القران على المخنثين او اهل اللواط، يقول لقوم لوط: اتاتون الذكران من العالمين؟ ماشي، اتاتون الرجال، ممكن ربنا يقول اتاتون الرجال من العالمين، دول مش رجال، بيمارس اللواط، يبقى مخنث. يبقى اذا كلمه رجل لا تطلق على ديوس ابدا، يبقى الرسول قال كاشباه الرجال. ينزلون على ابواب المساجد ويتركون نساءهم كاسيات لعنوهن فانهن ملعونات. طب هل تقبل الصلاه من ملعونه؟
هل تقبل الصلاة من دايوس؟ طب هنجيب الدليل من القرآن، سورة المائدة: واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إنما هنا حرف قصر، يتقبل الله من المتقين، ما قالش من الديوسين ولا قال من الملعونين. ده رسول بيقول إلعنهن فإنهن ملعونات. يبقى الصلاة تتقبل من واحدة ملعونة، الصلاة تتقبل من ديوس، يبقى إذن العبادة هتحبط، هيدخل النار، هيكون مصير النار سواء كان رجل أو امرأة، هو هي وهو. فإلعنهن من فإنهن ملعونات. الدليل بعد كده إن الرسول قال صنفان من أهل النار، حديث في صحيح مسلم: لم أرهما وسيأتاني من بعد رجال أقوام، ما قالش رجال، معهم أسياط أو بأيديهم أسياط كأذناب الخيل يعذبون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يظهر من مسيرة كذا وكذا. يبقى الرسول بيقول في الصحيح مسلم الحديث دوت لا يدخلن الجنة. طب هو عارف إن الناس بيصلوا، الستات دول بيصلوا ويصوموا، لكن ربنا هيحبط عملهم على رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني شعرها فوق دماغها عامل زي القبه، عامل زي السلم بتاع الجمل العجاف، العجاف اللي هي السلم الصغير الجمل الضامر الضعيف، وهي ماشيه شعرها عمال يتهز زي سلم الجمل، لا يدخلنا الجنه ولا يدخلنا. فطب ما هي بتصلي وتصوم، ما ينفعش ربنا احبط عملها. طب ايه في دليل تاني؟ في دليل تاني قوي جدا من السنه: المراه التي ذكرت والحديث في عند رواه اهل السنه من ابي داود وغيره، من كثره صلاتها وصيامها وصدقتها لكن تؤذي جيرانها، قال هي في النار لا خير فيها. وزوجت امرأة أخرى لا تؤدي إلى الفرائض من كل صلاتها وصيامها لكن لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. يبقى إذن طب المرأة المتبرجة اللي شعرها مكشوف وتنزل لابسة بنطلون وتلبس هدوم على الموضة دي بتأذي المجتمع كله، مش بتأذي بس مش بتأذي بس جيرانها بس، دي بتسبب في 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 زنا الشباب والرجال وفساد المجتمع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما يحبطش عملها إزاي؟ بس كان أحبط عمل اللي بتأذي جيرانها بس، مع إنها صوامة قوامة متصدقة وعايشة من صحابة الرسول. طيب الدليل اللي بعد كده: أيوم امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا منها ريحا فهي زانية. لو الإمام المنذري والإمام الألباني في صحيح الجامع والحديث صحيح اللي هو أطفال، يعني لو امرأة منقبة مرت على قوم وشموا منها ريح زانية، ما بالكم بالمتبرجة، أيوم أشد إثما وأشد فتنة للرجال؟ العطر ولا ولا الشعر المكشوف والبنطلون طبعا الزينه بترى من بعيد لكن العطر لا يرى من مكان قريب. الرسول قال زانيه. يبقى اذا مساله في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره. يبقى اذا كل رجل له زوجه مكشوفه الشعر تنزل لابسه بنطلون، لازم يامرها بانها تلبس عبايه واسعه في فضاضه، ممنوع لبس البنطلون حتى لا تكون مترجله تغطي شعرها بتلبس. غير كده ربنا هيحبط عملك، هيكون مصيرك النار حتى لو كنت بتصلي وتصوم. كذلك حق كذلك في المراه نفس المصير، المرأة نفس المصير. اللهم بلغت، اللهم فشل أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.